لحتى نعملهم. اثنين ثلاثة. كل عام وانتي بخير. اوكي، من سنة مثل اليوم تماما كنت عم بنفخ ببالين ومحضرة حالي لأطلع على المطار حتى يجي لؤي. في داك لؤي، في داك حبيبي. كنا على فكرة انا وجورجيا لحالنا من سنة واحدة، بس 3 شهور بقينا عايشين لحالنا. بس مثل اليوم تماما كنت عم بنفخ ببالين وناطرة يجي، وكنت مشتقت له كتير، مع انه هلأ يعني كل يوم كل نهار ماي كل نهار بوشي بهذا الحجر الصحي. اوكي، بس من سنة كنت عن جد مشتاقة له كثير. عم يزورني لو اي دقيقة فرجيكم اياه. اوكي، لا احكي لكم عن جد انه هذيك السنة مثل اليوم تماما كنت محضرة حالي لاطلع على المطار انا وجورجيو. عملت مفاجأة كثير كبيرة لجورجيو، ما كان بيعرف انه لؤي هو اللي جاية. كان بيعرف انه ابوه بعت لنا اغراض يعني على المطار لنروح نجيبهم، فراح وتفاجأ بابوه. فرح احط لكم الفيديو، اول فيديو على القناة كان من سنة تماما، وهذا يعني انه من سنة تماما نحن بلشنا بهي القناة. اوكي، صح لحالي بلشت بهي القناة، يعني اول فيديو كان انه انا هيك كنت واقفة وعم بحكي لكم انه رح زين البوالين وعامل مفاجأة لجورجيو وهيك. اوكي، حطيت البوالين هون على هدول العواميد، وهلا لؤي بيرحب فيكم. مرحبا، كيفك؟ شو اخبارك؟ شو اخبارك؟ يا جماعة اجيت تالين هالبوالين وهالدنيا. طبعا هو انا دائما انا بعمل لي هيك شغلات، يعني هي ايه عن جد عن جد هذيك السنة مثل اليوم اجاني موبايل ايفون. تتذكر كان حاطط هيك كيس قدامي هيك وقال لي روحي افتحي انا موصيته على لانس ملون، قام قال لي افتحي هنيك اللانس الملون، فتحت طلع موبايل قام تلونوا عيونه بلا لانس. اوكي، بس انه شو مشان هاي السنه ما رح تفوتني بشيء ولا خلص صرت جنبي انه عادي. لا لا، انت معك حق، معك حق 100%. بس نحن موضوع الهدايا هذا بيجي خطه خمسيه، يعني كل 5 سنين بتجي هديه ثقيله من هالنوع. بدي قلت لك على فكرة عن جد هذيك السنة مثل اليوم بلشنا بالقناة، يعني مثل اليوم ما كان في ولا فيديو نزلنا. أول فيديو نزل أول فيديو على قناة تالين تيوب فاميلي عن جد السنة. على فكرة وقت عملت القناة عملتها إنه حياة جديدة، بلشنا شيء جديد بحياتنا، حبينا نصوره ونشاركه يعني، بس ما أكثر من هيك. صدقوني ما كان ببالي والله ما كان أبداً إنه يعني القناة هيك تنجح وتنحب والعالم تحب يعني الشيء اللي عم نعمله. بس يعني مشيت. يمكن جد يمكن لانه عم جد يا جماعه عم نح يعني عم نقدم شيء هيك صادق هيك نحن عايشين كل شيء بحياتنا عم نعمله وعم نصوره. اذا رحنا عند دكتور، اذا رحنا نشتري اغراض، كل شيء عم نصور. فيمكن عن جد لهيك حبيته، ما حبيتوني لحالي انا على قناتي، حبيته قناه لايلة. لا قناتك كبيره، قناه تعليم كبيره، بس انه اكيد لما بيكون في شخص مثلي بالقناه اكيد نجاح القناه بيكون يعني بشكل اكبر بكثير وبشكل على فكره القناه الى السنه بالقناه صار في 82 مليون مشاهده. انا كنت متوقع النجاح، كنت متوقع لكن على فكره بديت له والله العظيم بديت له. اوكي، لا احكي لكم شغله انه وصلنا بالقناه ل 82 مليون مشاهده، يعني هيدا رقم يعني كثير حلو بالنسبه لنا. 82 مليون حدا شاف الفيديوهات؟ لا، ما 82 مليون، هو نفس الحدا بيرجع بيشوف 500 مره. طب ماشي، طيب انا اسف. يعني 82 مليون كليك على فيديوهاتنا، منيح؟ منيح، اوكي طيب. تمام، ماشي الحال. بس على فكره انه عن جد نحن كثير مبسوطين، وصلنا لعدد كثير كبير، 635,000 شخص. عائلتنا كثير كبرت، عم بحكي هالحكي لحتى اتذكره السنه الجايه مثل اليوم كمان مره. السنه الجايه بنحكي وبنقول قديش نحن صرنا بعد سنتين. اوكي، بهي المناسبه السعيده 4 5 6 7. على فكره انا نفخت لك هذيك السنه بوالين، هالسنه بالوني. شو نفخت لي؟ نفخت لك بوالون هون وكله. كيف نفخت لي؟ ما نفخت لي هاي السنه. ها، هاي بالون وهي بالون.
هدول ليكو على فكره عن شو عم يحكي هيدي هي هاي واحد وينه وينه ليكو هيدي تبع ال 2 مليون وهديك تبع ال 2 مليون يعني ما شفتوها اكيد اوكي بس انه هديك باي ذا واي بما انه اليوم نحن قلنا السنه على هي القناه فقررنا نعمل شيء كثير حلو جورج عم ايه من جورج المناسبه يعني جوجي بابا جوجي ايه بتحب اذا بتحب تشارك معنا بما انه نحن محتفلين بالسنه بالقناه ما بحب يا جماعه اوكي هي الحاله كمل يا حبيبي كمل هلا بدنا نعمل اكبر كيكه وانت ما راح تكون فيها انت ما عم يسمعنا اصلا اوكي اليوم قررنا نعمل اكبر كيكه نعمل كيكه كبيره مو اطول كيكه ولا اكبر كيكه اوكي وكمان شغله انه نحتفل بانه نحن قلنا سنه على هي القناه وعبال كل سنه يا جماعه تضلوا معنا نكبر فيكم وتكبروا فينا ونحب بعض وتحبونا ونحبكم و كل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير عيد الام اليوم كل انا عم وانا بخير الاخ هون بقول له انه اليوم عيد الام بيقول لي شو يعني بقول له انه يعني عيد الام بس انه حبيت ذكرك بيقول لي بحب ذكرك انه انت رفيقتي مانك امي والله انت هيك ربيتي وهون الاخ كمان بقول له حبيبي لا وقت قلت لك انه اليوم عيد الام امبارح هي عم بقول له يا لو اي بكره عيد الام قال لي شو يعني انا ما بحسك انه ام يعني بحسك هيك رفيقتنا ما بحب كبرك وعملك ام يعني بس قلت انه تعليم بدي اعيدها لتعليم بعيد الام معناتها تالين ام صارت يعني الام هيك حدا شحاطه انا لك لا لك جد نحن عايشين انه انا وتالين وجورجيا يا جماعه عايشين هيك عيشه رفقات هلا صحيح انا دائما مثلا كلمتي ما بتصير اثنين بالبيت والحشا دائما بيقولوا بدي يمشي يعني بدي يمشي اوه حسسني انه يعني جزار على فكره عن جد مو مقبولين مو معترفين فيه يعني اذا حدا بيحب يعترف فيه انا كان بتبناه لاني هون سلامتكم يعني قبل ما نبلش الفيديو ما تنسوا لايك شير سبسكرايب يلا خلونا نبلش هلا نفرجيكم شو جايبين لحتى نعمل هيدي الكيكه الكبيره ونحتفل ليكو 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 نعمل صح 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 دقيقه شوفوا شو ها اول شغله بدنا نعملها انه اوكي لفرجيكم انه هيدا الحيط هو اجرب حيط على مرور التاريخ بما انه لزقوني على الحيط فعملوا الحيط مشوه كتير وقصة طبعا انه ما عملنا له شيء ما لقينا له حلة فحطينا هي هيك بالطول اوكي وهلا الشيء رح نعمله انه هي طلعناها اوكي هي طلعناها وقررنا نحط صورنا هون شبك له هي اوكي قررنا نحط صورنا على هيدا الحيط عنا هدول الصور بس ما بعرف كم صورة هنن بدي بطارية عنا شو؟ بطارية لا ما تقلي بدهم بطاريات لو اي والله لا على فكرة انا سألتك انه بدهم شيء قلت لي لا اوكي لازم نحط هون صور لاني لازم نجيب هي الطاولة هون نحطها هون ونعملكم اكبر كيكة او نعمل لحالنا ونحتفل بمرور عام كامل اوكي على فكرة كمان نسينا نقلكم انه قلنا اسبوع بالبيت اسبوع اوكي يعني ما بقي شيء يعني حفظت كم بلاطه فيه هون عنا الحمد لله بعد لكم اياه هون ليكو اهم شيء بالحياه عنده انه ينزل ويهرب من البيت انزلي اليوم اليوم نزل دقيقه فرجيكم شو جاب لنا دقيقه لا لازم فرجيهم صح ليكو شو جاب لنا هي اطيب شيء بالحياه عندي اوكي بزر نوع اول على فكرة بزر نوع تاني تالين صار له سنة بتوصيني على هيدي صار له سنة بتوصيني على هيدا ايه الله يرضى على الحجر الصحي حبيبي بروح بجيب اللي فيها سكر ايه وانا ما بحب طلع فيه عم تضحك علي على فكرة انت اوكي هدول اهم شيء وكمان جبنا نسكافيه بتعرف انه ما فينا بلا اوكي بس وهيدا قد ما في غراض فاجباري يكون هيك الوضع يعني هدول على فكره والله العظيم مرتبين ما تفكروا يعني هيك تشيك 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 يعني. يعني اوكي والمونه الاحلى من هيك بس تفرجوا هي هون على فكره يعني مو مقبول الوضع شو عم بتطلع؟ العده منيح ما فيها هيدي ميلان وين ما بدك تحط هاي حطيناها تشوه الحيط وحياة الله وحياة الله ليكو شو عمل ليكو غيره ليكو شو عمل ها لا هو الحيط هذا على كيفه شفتوا ايه هلا منكب الحيط ومنجيب حيط ثاني جديد لقلكم شغله ما تقولوا لحدا انه نحن بس لقلكم عم نخبر هيدا السر الموجود بهيدا الحيط ما تروحوا تخبروا الكل اصحكم اوكي بدنا نحط هي الصوره هون هدول هلا انت بتجيب الليفه بتلاقيني لك ما بيروحوا جربت
ليكو هدول ما عم بيروحوا. اوكي صورة جورجيا حلوة صارت هون كتير. حرام هدول احلى شيء. شو اول شيء هون بدي احط صورة؟ شو حلوة. اوكي تمام. ايوه اوكي كثير حلوين. جوز فرس بابي حلوين كثير. شو بك بطاريات هدول 16 فولت؟ تبين تكهربي؟ لا اذا بتخوفني لك. لا حبيبي انت ما هيك شيء بقول لك. والله لا ازعلنا. لا تشتغلوا حبيبي انه يلا. ايشو حلوين عن جد كثير حبيت. اوكي هي الخلفيه اللي هلا بقى رح نصور عليها. اوكي كمان شغله انه جا على بالنا انه هي الفتره نصور تحديات كثير بما انه قاعدين بالبيت يعني لا طلعه ولا فوته. فشو رايكم اكتبوا لنا بالكومنت شو حابين نعمل تحديات. في تحدي حلو جاي علي اعمل. نحن عم نعمل تحدي مين بياكل اكثر. لا ليكو قديش في كيك هون وهون غراض تانية كريمة وهالقصص يلي عرفتوا هيك منزين فيها. تمام هدول ما رح نستعملهم لاني قررنا انه نعملهم كيكات جنب بعض ما اطول كيكة. هون كمان كله كيك. تعالي مين بدي يعمل كل الكريمة؟ ما بعرف. وشو بدنا نعمل كل الكريمة؟ بدنا طشة الغسيل. عم تنفع لكم احلى هون. اوكي وهدول كلهم صاروا جاهزين لحتى نعملهم. اصعب شيء انه نعمل الكريمه بس ليك من دون ما نخربه. اوكي يلا لحالهم. والله جورجيو فتح جاتويه ام خربه عم تشتشر. اوكي هيك رح نعملهم. تمام ماما. هيك ماما هاي جاتويه خاصه صغيره. قلت لكم تعملوهم فوق بعض على جاتوه بالعالم. اوكي الشيء اللي اليوم عم نعمله بتذكرنا بريما. اي والله بريما راح نقول لك انه اشتقنا لك كثير كثير ويا ريتك معنا وعملتي هي الكيكه الحلوه معنا لاني بصراحه كنا مفكرين نعملها سوا بس ريما قدرتنا وسافرت. يعني يا ريما يعني شو معناكي؟ جاتو عامل هيك جاتو عامل هيك. لا 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 نحن غلطنا جبنا الجاتو تركناهم مع بعض ايه عم كبسوا بعض يعني. اوكي ليكو المنظر نازل طالع نازل طالع نازل طالع بس الجمالية بهدول على فكرة. هدول ما بقى منحتاجهم. هدول على اساس نعملهم اعلى كيكة بالعالم بس ما رح تزبط. لا لا لوي برافو مامي. اوكي ليكو قديش عنا اسا هدول وهدول كلهم. شو مشى طرشت الدنيا. فرجيني هاي الكريمه صارت جاهزه وهلا رح نبدا هون. واو لا جاتو موفق كثير كثير كثير. واو عن جد ولا الشيف رمزي يعني. بدك ترجع ولا شو؟ زعلان مني بلا شو؟ بدك تعمل كيك ولا شو؟ لا لا بدك تخبص ولا شو؟ عن جد حاسه كلها مخبص بس انه اتس اوكي. شو هاد؟ ما هذا؟ لا هيدي لا 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 يعني عملها على شكل مثل القطب الجنوبي. مثل ماما شو المنظر هاد؟ هلا هاد حاسسه جمال. جمال؟ يا عين يا عين. بعد ما تعلمي هيدا الشكل الاخير للكيك اللي عم بمزح. هسا في شيء رح نحطه على الكيكه ونحتفل. نحتفل بدنا نحتفل يا جماعه. يا اليوم بدنا نحتفل بجاتو واحد سنه على القناه. اليوم بأبشع جاتو بالعالم. اليوم اليوم الاحتفال. يا عن جد حلوة. تعال نعمل لك الوان الوان مثلا هون ازرق هون لون ثاني. لا انا خطر ببالي بدهم نسيب رشهم طرش مشان ننتشر. يلا 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 هلا بدي احط الوان حياتي. حط الوان حياتي. هذا لون حياتي. هذا لون حياتي لإلي. تمام خلص. تعرفوا شو انه نحن لازم نوطي الكاميرا شوي مشان تشوفوا شو عم بيصير. هذا احلى شيء فرجوا. يوه رح احط لون هذا ابيض. شو هذا رز؟ رز؟ اعطيه حطي حطي شو؟
على فكرة هذا كل الاكسسوار هذا سكر بيتاكل يعني. ايه كله هذا بيتاكل. ليه؟ هاتي. مشان شو مشان افتح لها هي ما بتعرف تفتحها. لا انا بدي افتحها. انت الغلا اللي شطارة كلها انك. شوي شوكولا. هو طلع عن جد حلو. على فكرة طلع كثير حلو. اوكي شفت انه اذا فتحنا محل حلويات رح يجي العالم كرفتي حبيبي. كرفتي انتي؟ كرفتي ايه. هلا هيك. صح حلو قوي. واحد اثنين ثلاثة. تعالين تعالين صاروا على الكنبايات. والله لا يعني ايه يا الله. مو بدك اعمل لك وردة؟ اعمل لي وردة. شبكو والله حلوة على فكرة. لا هي وردة معروفة والله حلوة. اوكي هاد اخر شكل للجاتو. ليكو ما اكبره. ليكو 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 ليكو. واو مامي عن جد كثير حلوة. وين رايح؟ انا شايف الطريقة الكاميرا. اوكي هلا بما انه صرنا عن جد سنة رح نقلكم انه بنحبكم كثير. سنة فيديو اسمعوا اسمعوا. سنة فيديوهات وسنة ضحك وسنة قتالات وسنة جنان. على فكرة تقاتلنا على الكاميرا قدامكم كذا مرة فرجعوا على الفيديوهات بتشوفون. واهم شيء تشوفوا اول فيديو نزلناه على هي القناة كان جدا مؤثر. تتذكر وقت من السفر وكانت تالين مشتاقة لي كثير. كل هول هلا مشتاق لك. يلا يلا بس مو هلا بهالفترة الحجر الصحي. اوكي هلا رح نشعل الشمال. 2 3 ما عم تشغل معي شغل لي اياها واعطيني اياها. كيف يعني ما هو شغلها واعطيني يعني شغلها؟ ما فيني مستحيل جوجي ماما ما فينه يشغل لك اياها ويعطيك اياها. لك والله بقدر شغلها هيك مثل شغلها. خد ايدك على الشمال. وعليك شو بدنا نغني؟ يلا مبروك مبروك حياة قلبي مبروك. لا بدنا نغني هابي بيرث داي للقناة. هابي بيرث داي تو يوز. هابي بيرث داي تعالي تو يوز. هابي بيرث داي هابي بيرث داي كل عام وانت بخير حياتي حبيبي. خلي لي اياكم يا رب. طبعا هي لانه المحلات كلها مسكره جورجيو عجز بس بالاخير لاقى بوكي ورد عجله لانه انا عم ينقط من راسي مدري شو عم ينقط من راسي في شيء عم ينزل. ليش ما عطتني لي بيها قبل ماما؟ يجي رساله. اوكي الرساله بتقول ما عم طيب جوزي عم يقول لي انه انا ما تفرق فيها مو مهم. Mom, you are my best friend ever. I did so and I'm sorry that I didn't do anything what انه ما عمل شيء. هو بقدر يعمل شيء كثير نسيان الجيل بس لانه but I still love you whatever you do. You still the best mom in the world. Oh my god I love you. اوكي مام داي تعليم تو فاميلي طلعي على الشوكولاته هذا القمر. يو ار ذيس لك انت القمر لك انت قمر حياتي. بس اسمع بشي. اوكي خربتي لي الرساله. واو مامي اي لاف يو.
اوكي يمكن هيدا اغرب عيد ام بتصير بحياتي. عيد ام عيد ام وعيد اول سنه. كل عام وانت بخير يا غلا. طبعا على فكره القعده بالبيت والقطعه بتعمل اكثر من بس على فكره كثير حلو تكونوا هيك مجانين بحياتكم. اعملوا كل شيء بتحبوه، اضحكوا كثير. لا لا بنتي لا. طب انه بس كنتوا هدوني ورداتك اتصور معنا، هلا لازم اتحمم وخلص. ما بعد تاكل انت؟ واعمل البيت كله عاملته، قبل التصوير شفتوا التصوير شو بيعمل؟ يا الله الوسخ، عن جد عندها بدها تتعب اليوم كثير. حبيبي انا ولؤي وجوجي بدنا نتعب. لا جوجي ما رح يتعب. اوكي يا جماعه فيديو اليوم خلص. ان شاء الله يكون عجبكم. جوجي هون. قبل ما يخلص الفيديو ما تنسوا لايك شير سبسكرايب. ان شاء الله يا رب السنه الجاي مثل اليوم يكون عددنا مليون. يا رب 2 مليون ان شاء الله. الله يزيد ويبارك. بنحبكم عيلتنا الحلوه. باي. بس بحب اخبركم انه ليكوا الارض حرام الشيء اللي عملناه. بس باي مامي. اوكي وليكوا الجاتو لازم نشيل هدول التخبيصات. هذا البقي للاكل.